في كتير طرق وسط الحياة تاهوا فيها ناس، وطرق تبان مفروشة ورد وتنتهي بألم وضيق، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح. أصل المسيح هو الحياة، هو الطريق. أم الدنيا اللي بتجمعنا، مصر اللي وجعها بيوجعنا، اللي نسمها يرد الروح، اتخنقت ما بقتش تسعنا. أم الناس اللي بتسرقها، رب الناس كبرت تحرقها، صبرة وبتدور على طوق تهربي من اللي مغرقها. أم الدنيا كانت هي ولازم ترجع زي زمان، واحنا وراها لحد ما ترجع زي ما كانت واحلى كمان. أم الدنيا كانت هي ولازم ترجع زي زمان، واحنا وراها لحد ما ترجع زي ما كانت واحلى اهلا بكل مشاهدينا في كل مكان، برحب بحضراتكم وحلقه جديده من برنامج ام الدنيا. الموضوع اللي اثار حفيظه المسيحيين خاصه المصريين في كل العالم ما حدث في حلقه والي الابراشي اول امس، وشعرنا كاقباط بوجود عصره في حياتنا. ظهر كالعاده والي الابراشي في احدى حلقاته اللي بتدعو للاستفزاز، وبيناقش أمر أو قرار صادر من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهو أن يعني القرار ده قديم جدا على فكرة، وهو منع العروسة يوم الفرح بارتداء ملابس يعني بتكون مكشوفة شوية هي والمعزومين في الفرح. القرار قديم على فكرة من فترة كبيرة جدا، ولكن يتم مناقشته خلال الأيام السابقة. أنا عارفة فريق الإعداد اللي عند أستاذ وائل إبراشي، عارفهم بالاسم، خاصة اللي ماسكين الملف القبطي، نوع من أنواع أنتوا عارفين بقى اللي عايز يحقق نسبة مشاهدة عالية جدا، وبناء عليه بيجيب الحاجات اللي مستخبية أو حاجة. يمكن الحلقة دي كانوا عايزين يعملوها من فترة كبيرة، ولكن فريق الإعداد يعني لحين اجتهاده في البحث عن ضيوف للتحدث في هذا الأمر أكيد أخذ وقت كبير جدا. طبعا استضاف أبونا بولس منصور، واستضاف إحدى المحامين أستاذ رومانيو ميشيل، استضاف أيضا أحد مصور الأفراح، فتحدثوا عن بناتنا داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطريقة صعبة شوية. كلنا استأنى من هذا الأمر، وكلنا قررنا أن احنا لازم نحتج ونقف وقفة حاسمة ضد كل من يظهر في وسائل الإعلام ويتحدث عن مشاكل الأقباط في العلن. المفروض كأب كاهن في حالة استضافته في إحدى البرامج التلفزيونية يتحدث فقط في الأمور الروحية علشان يفيدني أنا كمسيحي أو يفيد المجتمع. يعني لو والي إبراشي استضافك تتحدث عن عيد القيامة، يعني كنا نفضل ان والي إبراشي يعمل حلقة عن عيد القيامة، ما يعملش حلقة عن
لبس البنات هل هو محتشم أو غير محتشم داخل الكنائس القبطية المصرية. ولكن ظهر أبونا بولس منصور لكي يتحدث عن الأزياء الخاصة في يوم العرس اللي بيقام في الكنائس المصرية. أثار حفيظة المسيحيين وبناتنا في استياء شديد جدا جدا جدا، وكل المسيحيين على فكرة لاموا على هذا اللقاء، وفي هناك مبادرات كبيرة جدا لمقاطعة هذا البرنامج. ومش أول مرة الإعلامي الزميل والي إبراشي يتحدث في أمور صعبة تضايق الناس بشكل صعب جدا. دعوات مستمرة بقى لتحويل أبونا بولس منصور إلى المجلس الإكليريكي لمحاسبته، أولا لظهوره في الإعلام، ثانيا لحديثه عن البنات. يعني اجتهدوا فريق الإعداد يعني بأن هم حضروا الضيوف، واجتهدوا أيضا في المداخلات. وعلى فكرة يعني الحلقة دي خلت أن بناتنا ممكن تكون تتعرض في الشوارع العادية، لأن هي طبعا غير محتشمات، يعني من وجهة نظر اللي اتقال في الحلقة أن هم غير محتشمات، وبناء عليه ممكن يكونوا عرضة للكثير من المرة في الشوارع المصرية. ما خفناش على بناتنا، يعني أنا بشكر أبونا جوناثان رفعت، حاولت أتواصل معي. جوناثان رفعت رد بقوة جدا أن كل مشاكلنا لا يجب أن تقال في العلن، أقفل على بابي وأقفل على أولادي وأحاسبهم في البداية وبعدين أديهم النصيحة، أعمل مشورة طريقة الحضور. خلونا نسمع أبونا جوناثان رفعت تحدث بقوة وبصرامة في هذا الأمر، لأن بناتنا مش عرضة للتحدث في وسائل الإعلام المختلفة. نشوف مع حضرتك. جوناثان أهلا بيك، تفضل. قس جوناثان سامعني؟ طب نجيبه تاني يا جماعه، واضح الصوت فيه. سامعني؟ انا سامعك، اتفضل. الو، ايوه قس جوناثان انا سامعك، اتفضل. اهلا بحضرتك واهلا بالموجودين كلهم. انا بس عايز اتكلم كلمتين عشان ما حد يقطعني بعد اذنك. اتفضل. كل الكلام اللي بيقوله قس ابونا واللي موجودين كلام صح، واحنا ككنيسه بنرفض اللبس العاري في اي مكان في كنيسه او. لكن اتكلم يعني قدس ابونا بس كلمتين. هو ده مجال لقدس ابونا او مكان نتكلم فيه عن ولادنا وبناتنا؟ ايا كان يا ابونا، ايا كان احنا غلط او كنا صح، لينا باب يتقفل علينا. من امتى يا ابونا واحنا بنتكلم على ولادنا وبناتنا بالطريقه دي؟ بناتنا وولادنا دول اللي بيموتوا ويستشهدوا على اسم المسيح يا ابونا. مش كنيستنا تخش واحدة تكون عايزة أبقى إنجيلية كده أنا مرتاح، كده هنام مبسوط، كده أنا قلبي هيبقى مطمن عليهم. هما بيلبسوا لبس وحش، أخش وأتكلم البيوت وأقول وأعيد وأزيد، لكن ما عريش ابني ولا بنتي بالطريقة دي. كنيستنا عالية عالية بولادها وبناتها في كل مكان، حتى لو كانوا إيه، حتى لو كانوا إيه، هما دول اللي بيمسحوا الكنيسة يا أبونا بعد ما بتمشي. هم دول يا ابونا اللي بييجوا يعلقوا الحاجات في العيد واسبوع الالام. هم دول يا ابونا، هم دول يا ابونا اللي بيشيلوا مهرجانات الشباب مع الانباموسة. هم دول شبابنا وبناتنا يا ابونا، مهما كانوا عريانين انا اكسيهم. المسيح غطى الدنيا، اجمع النهارده اقضي طول. هذا ليس بالمكان ولا بالتوقيت اللي احنا نقدر نتحدث فيه عن بناتنا. نقفل على بناتنا جوه بيوتنا ونتحدث معاهم لو في امر ضروري. بناتنا في الافراح على فكره ما بيكونوش بالمنظر البشع اللي تم وصفه خلال الفتره او خلال الحلقه اللي حصلت. بناتنا يعني يا ريتني كنت جبت لكم صوره الفرح يعني بتاعتي. في حاجه بنغطي بيها الجزء اللي من فوق، وطبعا الفستان بيبقى طويل، فما فيش حاجه بتكون تاذي مشاعر الاخرين او تاذي ابونا او تاذي السادة الأفاضل اللي هم بتوع اللي بيكونوا بيصوروا الأفراح. تاني حاجة يعني هنسمع برضو مداخلة تانية لأحد المصورين الأفراح، وبيقول لك يعني هنسمعها عشان مش هقدر أقول بصراحة. ف
فيعني بناتنا بيكونوا على قدر عالي كبير جدا من الحشمة. لو نرجع للسبعينيات عشان بس اوري حضراتكم ان هناك اختلاف في النظرة نفسها، في نظرة العين للقدامه. يعني مثلا في بره مصر الموضوع بيبقى عادي جدا، الناس بتبقى لابسه شورت، بتبقى لابسه بادي، الموضوع عادي جدا مفيش اي مشكله، لكن نظره العين اللي بتختلف. عندنا في مصر في السبعينيات الناس كانت بتلبس ميني جيب وميكرو جيب، ومحدش كان يقدر ينظر اليها لان كان في احترام وادميه. مع دخول الفكر الوهابي لمصر وسيطره بعض المتطرفين وبعض السلفيين ومحاولة نشر فكرهم في مصر، وصلنا للحال اللي حضراتكم شايفينه، وصلنا للحال ان ما ينفعش البنت تلبس سواريه يوم الفرح. طب ما هي ممكن تبقى متغطية من اول للاخر ومحدش عارف هي بيعمل ايه. المقياس مش اللبس على فكرة، مش هقيس احترام البنت واحتشامها بناء على لبسها، انا هقيسه على اساس تربيتها وتعلمها سواء داخل الكنيسة أو داخل أي مكان تاني. لو جهز الفيديو الخاص بمصور الأفراح اللي بينتقد ملابس الفتيات، أنا معرفش هو مسيحي ولا مسلم ولا أي كان، بينتقد ملابس الفتيات وبيقول دي حاجة بشعة جدا، وهو مش، طب أنت رايح تصور العري ولا رايح تصور أصلا العرس الجميل اللي بيكون تحت مظلة الكنيسة القبطية. نشوف مع حضراتكم. استاذ شريف اتفضل. الو، اهلا بيك، اتفضل. مساء الخير. مساء الخير يا استاذ شريف، اتفضل. اقبل ايادي يا ابونا. اهلا بيك يا استاذ. اهلا وسهلا. بسلم على الموجودين كلهم، بيحيوك جميعا، وبقول لهم وبقول للاستاذ اللي على اللي هو ايمن، ايمن اللي مع حضرتك على شمالك اللي هو اولا بقول له انا بحييك الاول وبحيي كل الموجودين، وعاوز يعني بطلب منه طلب بسيط جدا جدا. يا ريت يا ريت لو معاك صور اخر افراح انت حضرتها للي يخصك يجيبها لنا. دي رقم واحد. يا استاذ وائل احنا بنروح الافراح بنشوف عجب العجاب. انت مصور ولا ايه؟ انا مصور فيديو في الكنائس. مصور في الكنائس؟ وانا من سنه 84 وانا بصور. بتشوف عجب العجاب اللي هو ايه؟ اللبس يا استاذ وائل يعني حاجه بقت خرجت عن قواعد الادب خالص، يعني اللبس خرج عن نطاق الادب خالص، بيتباهوا وبيتصارعوا في العري لدرجه انهم ممكن يقعدوا على الكنبه الاولانيه حاطين رجل على رجل، مش مستغطي منهم الا اخر شبر في جسمهم، يعني حاجه قذره فعلا. انا ما اعرفش الاخ اللي قصادك ده، يا ريت يوريني صور الافراح اللي تبعه لو سمحت. يعني انت كمصور شايف ان اللي دفع الكنائس، سمحت انت قاعد كتبنا اتكلم وبرد زي ما انت عاوز. ده انا اللي بسالك، انا اللي بسالك. لا انا دخلت غلط، انا اللي بسالك. انا يا استاذ، هل اللي دفع الكنائس، هل اللي دفع الكنائس لاتخاذ، هل ذهاب المصور لكي يصور يعني بيركز قوي في الملابس ومدى حجمها وقد ايه باين وقد ايه مش باين؟ اولا اللي بيتكلم في الدكه الاولانيه اللي الفتيات اللي بتقعد وبتبقى يعني اجزاء كثيره باينه من رجليها، اولا السلالم بتبقى عاليه بتاعه الكنيسه او الخرس اللي بيقف عليه العريس والعروسه بتبقى عاليه، فما فيش حد بيشوف اي حاجه. ثانيا احنا بناتنا مش بكده، احنا دايما بناتنا بنشبهها بالست العذراء، بالقديسات، يعني لان احنا عندنا بنات كتيره جدا، بنشبه بناتنا بالقديسه فيرينا اللي علمت النظافه لكل اهل اوروبا. دول بناتنا اللي احنا بنشبههم، احنا على صوره القديسات، يعني البنات بتوعنا على صوره القديسات. هحاسب البنت لو لبست فستان سواريه وهي متغطيه وبيبقى في اوتيل او حاجه بعد الكنيسه بيبقى في احتفال، فده طبيعي، امر طبيعي جدا. لكن القرار اللي نازل اعتقد الغالبيه العظمى التزمت بيه، محدش بيتعرى داخل الكنيسه المصريه
وفي لو في حاله وجود عري احنا نتحدث يعني بيننا وبين بعضينا. اخش افتقاد، انا مش عارفه يعني الاباء بتزور بناتها في البيوت، الاباء الكهنه بتزور البنات بتبذل مجهود لزياره اولادها داخل البيوت، ولا يعني انا اتفاجئ يعني. كان نفسي ابونا يطلع يناقش موضوع البنات اللي اتخطفت اللي اهاليها بتقعد تدور عليها بالسنين صدقوني وما بيزهقوش، وبيبقى عندهم بصيص كده من الامل ان هم يرجعوا اي وقت. في مواضيع كتيره قابله للنقاش، مش الحشمه وعدم الحشمه. ما احنا قلنا ممكن تكون حشمه ومتغطيه ولكن ما يعرفش اللي جواها غير ربنا. دي امور كتيره جدا. طبعا دعوات كتيره جدا لان ابونا بولس منصور يتم محاكمته، وقرار صائب جدا من قداسه البابا تواضروس الثاني في صباح اليوم بتحويله الى التحقيق وتحويله للمجلس الاكليريكي لمعاتبته ومحاكمته كنسيا، ووقفه حاليا عن الخدمه بشكل كامل. دعوات كتيره كانت بتطالب بهذا القرار، ولكن القرار صائب وفي توقيته جدا، لان احنا في حاله اشمئزاز لبعض الاسس او الكهنه اللي بتظهر في وسائل الاعلام. دور ابونا جوه كنيسته، مش هنقول ليه بقى قداسه البابا بيعمل تصريحات، قداسه البابا شخصيه عامه في الدوله ووظيفته كبابا يعادل رئيس الوزراء، منصبه يعادل رئيس الوزراء، لكن الاباء الكهنه دورها روحي داخل الكنائس لتوعيتنا، عشان احنا ما نجيش غير محتشمات بعد كده في الكنيسه ويتلوموا علينا. تعالى البيت وتعالى عندنا البيت وزورنا ونبهني واعمل كورسات مشوره، اعمل حاجات كتيره، بدل ما احنا ما بنشوفش الاباء الكهنه غير وقت واحد، البعض منهم غير وقت واحد هو وقت القداس. عشان كده ما بنلومش على بناتنا لما بتمشي. ليه؟ لان في تقصير من جانب الاهل، من جانب الكنيسه، كل العوامل بتشترك. مفيش عامل نقول يا ريتنا كنا عملناه، لا، كل العوامل بتشترك. الكنيسه يجب محاسبتها في اختفاء الفتيات، البيت يجب محاسبته، نشوف التقصير فين ونرجع له. طيب لو في تليفونات معانا. طيب يعني هذا ما حدث في حلقه وائل الابراشي، ودعوات مستمره على فكره لوقف هذا البرنامج أو مقاطعة هذا البرنامج. يعني لما قطاع كبير من الأقباط يقطعوا قناة دريم أو يقطعوا برنامج العاشرة مساء الخاص بوائل الإبراشي، أعتقد ده هيعمل صدى كبير جدا. هو كان عنده اعتراض، لماذا لا تناقش؟ يعني في إحدى المداخلات قالوا له ليه أنت بتناقش المواضيع دي؟ قال له لا، ما احنا عايزين نناقش الفساد، عايزين نناقش، فالموضوع ده يتناقش. الموضوع ده لا، مش ما ينفعش يتناقش، مش تزمد، ولا ان احنا مش عايزين نوري العالم ماذا يحدث داخل الكنيسه المصريه. دي مش قضيه مصريه، انت بتنشر لي قضيه خاصه بالفساد لانها تخص الاقباط والمسلمين، عشان كده من حقك تتكلم فيها، عشان انا كمسيحي استفاد واخويا المسلم يستفاد. لكن مناقشه الامور الروحيه او الملابس داخل الكنيسه المصريه مش من حقك، لان هي بتخص جانب واحد، فالجانب التاني مش هيستفاد، الجانب التاني هيقعد يتفرج. ايه ده، في خلاعة جوه الكنيسة؟ في ملابس غير محتشمة؟ يبقى البنت المسيحية اللي ماشية في الشارع غير محتشمة، يبقى من حقي ان انا ايه اتعرض ليها. دعوات كتيرة طبعا يعني كانت بتدعو لوقفة بعد القداس ان شاء الله يعني غدا للمطالبة بمحاكمة ابونا بولس منصور، ولكن استجاب قداسة البابا، ومجموعة هتروح ترحب يعني تشكر قداسة البابا إن شاء الله غدا بعد القداس علشان خاطر الإجراء السريع اللي تم اتخاذه. ومش بناتنا اللي تمسك سيرتهم في وسائل الإعلام، إحنا أعلى من كده بكتير، إحنا على صورة السيدة العذراء مريم، إحنا حاجة تبقى الأصل كده. تمام. يعني انا اشكر، بس عايزين نشكر بس ابونا جوناثان رفعت عن رده القوي وشعبيته الكبيره اللي زادت كمان بعد المداخله دي. عايزين كمان
الانبا مارتيروس حبيبنا طبعا واعتقد رئيسنا في قناه الطريق بيقول لنا النهارده كلمه حلوه جدا على صفحته في الفيسبوك. ايها الابناء الاحباء، ارجو ان ننهي حاله الجدل الدائر حول موضوع الحشمه، فانتم كابناء للمسيح ابديتم اراءكم في سعه وشفافيه، والكنيسه تحفظ لكم غيرتكم، وانها على يقين من ان ابنائها يدركون قدسيه بيت الله وهيبته، بل وانها تقدر الفرحه العروسين والاهل وقت الافراح، ولكن كما قال الرب افعلوا هذه ولا تتركوا تلك، وان كان احد قد زرع الزوان في قلوبنا لدى بعضنا بعضا فلنذهب لاب اعتراف ليحصد ويبقى لنا الحنطه في المخازن، اما الزوان فيحرقه بالنار. هذا ما قاله نيافه الحبر الجليلي الانبا مارتيروس على صفحته. يعني الجدل ده خلاص اعتقد انتهى تماما بتحويل ابونا بولس منصور الى المجلس الاكليريكي، ووقفه بشكل قاطع عن الخدمه لحين انتهاء التحقيقات الكنسيه. طيب، قرار مهم جدا بشان دير الريان، واحنا عارفين ان دير الريان اعتقد الازمه انتهت تمام، بس خلونا نتحدث الى الاستاذه ايفون مسعد النشطه القبطيه والامر الذي اثار حفيظه القبطيات في كل مكان. مساء الخير استاذه ايفون. مساء النور يا حضرتك. ازيك يا استاذه ايفون، ايه الاخبار في مصر بقى بعد الموضوع الشائك والجدل المثار حول حلقه وائل الابراشي يا فندم؟ صراحه كل السيدات المصريات اذا كانوا مسلمين ولا مسلمين مستعدين جدا ومتضايقين جدا من اللي حصل. لان وائل الابراشي ده يعني بيزود الامور وبيحاول ان هو يعمل شائعات وما بيمسكش الا القضايا القبطيه ويتكلم فيها. طبعا 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 تجاه كل الناس كلها، يعني في اي مشكله قبطيه بيبدا هو يتكلم فيها. انا شايفه حضرتك يعني عملتي جروب رائع جدا ومطالبات بوجودكم غدا ان شاء الله بعد القداس علشان خاطر هذا الامر، وان احنا كمسيحيات مستائين جدا بما حدث، ومطالبات مستمره بمقاطعه هذا البرنامج، وايضا عدم ظهور الاباء الكهنه مره اخرى في وسائل الاعلام المختلفه للحديث عن امور تخص الشان الكنسي. اتفضلي. اولا انا بقول اولا بالبدايه خالص بشكر، بقول قداسه البابا توادروس كل سنه وقداستك طيب بخريستيس اليستي الاستسلاميستي، وفي نفس الوقت بشكره وبوجه ليه الشكر لقداسه البابا لقرار قداسته بالقاصد قمص القسط شنيده منصور على جميع اعمال القناصيه والتحقيق معهم، لان المفروض ان ما فيش كاهن بيطلع يتكلم على بناته بنفس الطريقه دي. وبرضه بوجه الشكر للكاهن بتاع بني مزار اللي طلع ودافع عن بناته. جوناثان رفعت، ابونا جوناثان رفعت. بالظبط اللي قال ان ما ينفعش ان احنا نتكلم على بناتنا كده، ولو في مشكله في الكنيسه المفروض ان هي ما تتحلش على القنوات الفضائيه. تمام. المفروض ان وائل الابراشي يكون عارف كده، وعارف ان هو ما ينفعش ان هو مش كل مشكله زي مشكله الدير برضه هو اللي قام وهو اللي جاب اثنين لا يخصهم اي حاجه في الدير وبداوا يتكلموا على الاجوره ويتكلموا على الرهبان بطريقه مش كويسه وبيسيء للكنيسه وهو ساكت يقول لك انا بعرض الوجه والوجه الاخر. لا هو مش بيعرض الوجه والوجه الاخر. انا شفت على الـ على الـ على الفيسبوك انضمام الكثير من السيدات لحضرتك، يعني من ضمنهم فنانات محترمات عزه بلبع اشتركت مع حضرتك. الموجوده المسلمين قبل المسيحيين كمان اشتركوا فعلا جدا على الموضوع ده، لان ده بيسيء للمراه المسلمه كلها. طبعا داخل الكنيسه كل افراحنا بنبقى لابسين لبس متحشم، بنبقى لابسين بكم، وحتى العروسه نفسها داخل الكنيسه بتبقى لابسه بلوغون موجود فوق الفستان بتاعها فوق عشان داخل الكنيسه، وقدام ربنا المفروض ان احنا ما بنبقاش لابسين
ما هو بيتكلم. طبعا طبعا يا استاذه ايفون. لكن خارج الكنيسه احنا في كل الافراح خارج الكنيسه ده بيبقى في كل الافراح معروفه بتبقى النفس كل واحد براحته. ولكن احتراما للكنيسه واحتراما للهيكل واحتراما ان احنا قدام مخافه ربنا ان احنا بنقف نصلي قدام ربنا وربنا متواجد في الكنيسه متواجد في الاثنين. طبعا ما بيفيش حد ابدا بيكون موجود لبس عريان زي ما بيتكلم ابونا اللي كانوا قاعد يتكلم وزي ما وائل الابراشي طبعا بيقول ان دي مشكله ولازم تتحل. لا هو ما عرضهاش الموضوع ده يتعرض في الكنيسه لو في مشكله داخل الكنيسه هي الكنيسه اللي تحلها هو ملهوش دعوه. طبعا طبعا انا بشكرك على المبادره دي قوي جدا يا استاذه ايفون. انا عارفه يعني ان احنا كسيدات دمنا حامي جدا وما بنستحملش الحاجات دي انا عارفه. اديني بس بوجه لوائل الابراشي قناه وائل الابراشي ما كانش هيقدم اعتذار رسمي وعلى قناته الشخصيه ولم يتعرض تاني لاي مشكله قبطيه احنا كلنا كل السيدات المصريه هتقاطع قناه دلي. جت من فوق اهي السيدات المصريات هيقطعوا قناه دريم وكده انسى بقى نسبه مشاهده ولا اي حاجه لان احنا اللي بنبقى متحكمين في الريموت في البيت فانسى نسبه مشاهده من الاقباط كلهم. بشكرك جدا استاذه ايفون وبالتوفيق واعتذار رسمي كما طلبت السيده ايفون مسعد من والي الابراشي لكل السيدات ولكل المسيحيين في كل مكان عن هذه الحلقه وعدم يعني بعد كده مسك سيرة الكنيسة بقى داخل الأزقة الإعلامية اللي عايزة تحقق نسبة مشاهدة عالية. بالعكس انت بتخسر ناس بدليل ان نسبة كبيرة من الأباط بتطالب بعدم الفرجة على برنامجك. عايزة اقول حاجة تانية، احنا اثناء التناول طبعا واحنا بنتناول السر المقدس في الكنيسة ابونا بيرفض مناولة السيدات اللي بنص قم، كلام واضح. لا روح يا بنتي، كنا واحنا صغيرين كده لو لابسين بنص كم ناخد معانا قميص بكم كده عشان ابونا يرضى يناولنا واحنا صغيرين اطفال، فما بالك الكبار. طيب دير وادي الريان مازال ممكن نحضر المكالمه مع استاذ مايكل جورج. دير وادي الريان وما يحدث به الآن، هي خلاص المشكلة في طريقها إلى الانتهاء وخلاص ابتدى السور يتبني حوالين أبائنا وإخواتنا الرهبان في الدير والمشكلة اتحلت بشق الطريق وفصلنا الدير عن المزرعة، الرهبان ردت والدنيا تمام وزي الفل مفيش مشاكل. وصدر قرار النهاردة الصبح من قداسة البابا تودروس الثاني مؤخرا قرار بتشكيل لجنة مكونة من الآباء الأساقفة للتعامل مع موضوع دير وادي الريان على أن يكون نيافة الحبر الجليل طبعا الأنبا مكاريوس أسقف المنيا المسؤول عن كل الأمور الروحية في الدير والأمور الإدارية والمالية. لكن لسه عندنا مشكلة صغيرة في وادي الريان ما تحلتش. عندنا ابونا انا اسفه بس انا يعني انا غلطت في اسم ابونا اللي ظهر في حلقات وائل الابراشي اسمه شنوده منصور. ابونا بقى بولس الرياني ما زال يعاني من مشكله كبيره جدا. اولا ممنوع الزياره عن ابونا بولس الرياني. المفروض كان عنده مشكله قبل المشكله اللي اتاخد بسببها اللي هي سبب الدير هي حرق اللودر اللي كان موجود من المقاولين العرب واعتقد المشكله دي اتحلت. بس هنعرف اكتر من استاذ مايكل جورج. معانا استاذ مايكل؟ طيب يعني المشكله دي اعتقد اتحلت، فلماذا حتى الان بولس الرياني او ابونا بولس الرياني محبوس؟ مش عارفين ايه السبب الحقيقي وراء حبسه، حتى الزيارات ممنوعه. هل هو يعامل داخل السجون في سجن الفيوم كعلماني ام كرجل دين؟ مساء الخير يا استاذ مايكل، خلونا نعرف اكتر من استاذ مايكل جورج يعني متابع لهذا الامر وكان ليه اكثر من حوار مع ابونا بولس الرياني. يعني مساء الخير استاذ مايكل، معانا صوره لمايكل لو نعرف نجيبها. مساء الخير استاذ مايكل. الو مساء الخير استاذ مايكل.
اوكي لسه استاذ مايكل يعني كان معنا تليفون والتليفون فصل. فلغايه دلوقتي ابونا بولس حبيس السجون المصريه وما نعرفش السبب الحقيقي وراء حبسه ايه. حتى الزياره اخته كمان بتشتكي جدا، اخت ابونا بولس الرياني الاستاذه امال عزيز بتشتكي من عدم الزياره ليه حتى الان، وكانت مطالبات مستمره في الفتره اللي فاتت حول الافراج عن بولس الرياني طالما ان المشكله انتهت. جه كذا قرار من الدوله بالعفو عن نشطاء سياسيين، لكن ما زال عده شخصيات كده لم تنظر اليها الرئاسه اثناء يعني فك الحصار عن بعض المعتقلين. الاطفال بتوع ازدراء الاديان اللي هم الصغننين دول بتوع المنيا، بولس الرياني ما زال حبيسا. لو نفتكر مع حضراتكم جرجس بارومي اللي احنا كنا كلنا بنطالب بالافراج عنه من فترات من سنين، المتهم في احداث فرشوط والاعتداء على بنت رغم ان اثبتت التحقيقات الطبيه هو ليس له علاقه بهذا الامر، قضى 8 سنوات من عمره داخل السجون ولا ما زال يبقى لي في المده تقريبا 7 سنين لان هو واخد 15 سنه. تمام، لسه هنعرف ايه الجديد مع ابونا بولس الرياني. وحاجه جديده حصلت، جلسه صلح بين عزيز ياسا أو عائله عزيز ياسا وعائله محمد ابو عيسى المسلمه. طبعا الاثنين كانوا في خصومه ثاريه اسفرت عن مقتل المسيحي رامي عزيز ياسا بتقديم العائله المسلمه الكفن. هل لو كان الامر بالعكس ومات احد الافراد المسلمين كانوا سمحوا بتقديم الكفن من جانب المسيحي، ولا كانوا الاول قتلوا حبه كتير قوي 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 من المسيحيين وبعدين يبقى يقدموا الكفن براحته؟ المصالحه دي جت بعد اعتداءات كبيره جدا على فكره على بيوت الاقباط وتهديدات مستمره من قبل الجانب الاسلامي للجانب المسيحي في اهل القريه. طبعا قريه سيلة بالفيوم، والمشكله خلاص قالوا ان هي انتهت والجناه بيتم محاكمتهم اللي هم قتلوا الولد اللي اسمه رامي عزيز ياسا. يعني هنشوف القانون هياخد مجراه بقى يعني زي ما بيقولوا، بس يا ريت ما نمشيش بمبدا بقى ان اللي يقتل مسيحي ما ينفعش يتعدل. مش عايزين نمشي بالمبدا ده وياخد كام سنه سجن كده ويطلع. عايزين نمشي ان اللي قتل ده يتعدم واللي قتل الطرف الثاني يتعدم، يعني المسيحي قتل المسلم يتعدم، المسلم لو قتل المسيحي يتعدم. عايزين نمشي بهذا المبدا بعد كده علشان نكون كلنا نحس بحاجه اسمها مبدا المواطنه. الماده الثانيه في الدستور مبدا المواطنه اللي احنا كلنا بننادي بها منذ الصغر ولم تحقق حتى الان خاصه على الجانب المسيحي. تمام، مفيش تليفونات صح؟ طيب يا ريت استاذ مايكل جورج. ما زالت نقابه الصحفيين عامله ضجه كبيره قوي، والجمعيه العموميه اصدرت شويه قرارات كده حلوه. اولا اعتذار رسمي من السيسي، مش عارف السيسي ايه علاقته بالموضوع عشان يعتذر. قالوا لك زي ما اعتذر لنقابه المحامين لازم يعتذر لنقابه الصحفيين. ثانيا تقديم استقاله وزير الداخليه عما حدث من اقتحام نقابه الصحفيين. اولا نقابه الصحفيين كان فيها شخصين مطلوبين من قبل وزاره الداخليه وجاي لهم ضبط واحضار من يوم 19 ابريل. وزاره الداخليه ردت على هذا البند تحديدا وهي ان من حقها تقبض على اي حد في اي مكان طالما مطلوب، خاصه ان الولدين دول عمرو اسمه عمرو وواحد تاني اسمه السقا، خاصه ان الاثنين دول كانوا قاعدين معتصمين بشكل دائم داخل نقابه الصحفيين. طب انا هقبض عليهم امتى؟ هما ما بيطلعوش من جوه، قاعدين واخدين نقابه الصحفيين ساتر وقاعده بصفه مستمره. اذا هيقبض يعني الضباط هيقبضوا على الشخصيتين دول ازاي طول ما هما موجودين داخل النقابه، وانت بتطالبني كنقابه ان انت ما تطلعش، ان هما مش هيطلعوا وان انت كمان ما تدخلش تقبض عليهم. طب هيقبض عليهم امتى؟ ولكن
مجموعة من الضباط دخلت تقبض على الأولاد، وبعدين حدثت هذه الضجة. تحالف معهم حمدين صباحي ودخلوا، وتحالف يعني مجموعة كبيرة من النشطاء السياسيين، بقت قدام ساحة نقابة الصحفيين ضجة كبيرة جدا. من يؤيدون السيسي خلوا الشعب ينقسم، من يؤيدون السيسي ومن يؤيدون قرارات الجمعية العمومية الخاصة بنقابة الصحفيين. تمام، نشوف حمدين صباحي كده بيقول ايه، يعني بيقول كلام كويس. النهارده الصحفيين المصريين موحدين على حمايه الدستور، احترام القانون، حمايه هذا الصرح العظيم، صرح الحريات في مصر، ادانه الاقتحام الفاجر الذي امرت به هذه السلطه. اللي حصل في اقتحام نقابه الصحفيين عار على سلطه ضعيفه تستحسد على شعبها وتستخزي في التفريط في حقوقنا. النهارده احنا بنقول مصر بتشهد وقفه للصحفيين المصريين يتوحدوا خلف نقافتهم، جمعيتهم العموميه ومجلسهم، على مطالبها المشروعه، على حمايه الدستور المصري واحترامه، على احترام هذا المبنى العظيم وكل نقابات مصر المهنيه، على احترام حق المصريين في الكلمه الحره، على احترام حق التظاهر، على المطالبه الواضحه بالافراج عن سجناء الراي وسجناء الارض، افراج عن كل سجناء الراي واولهم الصحفيين مهما كان رايهم وموقفهم السياسي. كل من حبس وهو يطلب حقا ما دام سلميا احنا بنطلب بالافراج الفوري عنه. نريد الديمقراطيه لمصر، وقبل ده وبعده مش هننسى ليه احنا في هذه الماساه، وليه الفيلم القديم الرديء ده بيتكرر قدامنا، وهو ان عيش حريه الجزر دي مصرية. عيش حرية الجزر دي مصرية. عيش حرية الجزر دي مصرية. عيش حرية. اعتذار رئيس الجمهورية بنفسه على رئيس الجمهورية أن يحترم إرادة هذا الشعب وهذه النقابة، وأن يعتذر عما بذر من السلطة التي يقودها وهو مسؤول عن الدستورية، وإقالة وزير الداخلية، إقالة وزير الداخلية الحد الأدنى لمطالبنا في هذا اليوم. طلب نفسه يعني لا نقبل أقل باعتذار رئيس الجمهورية. يعني رئيس الجمهورية أثناء الكلام اللي أنت بتقوله ده في الفرافرة بيفتتح 1.5 مليون فدان، مش فاضي للمهاترات دي خالص، مش فاضي. في عشان الشعب بيطالبوا بالمزيد من المشروعات، راح افتتح المشروع وفي وقت قياسي جدا. يعني تحدث رئيس الجمهورية، لو نجهز هذا الفيديو، تحدث رئيس الجمهورية وقال لك المليون ونص فدان دول لو تحدثنا وخدنا موافقات هياخدوا سنين علشان خاطر تعمل، لكن احنا في وقت قياسي جدا، الناس استلمت الارض والناس زرعت والناس حصدت، والنهارده في الفرافرة الرئيس بيجني ثمار الحصاد قمح، وانتوا واقفين تقولوا ايه الرئيس لازم يعتذر، واقل حاجه نرضى بيها هو اقاله وزير الداخليه. مش عارفه ليه الضجه حصلت، قبضوا على 2 ومشيوا. اقتحام ايه؟ قبضوا على 2 قاعدين معتصمين نايمين شاربين اكلين نايمين في هذا المكان، وبعدين قبض عليهم امتى؟ بقيت ال القرارات الخاصه او التي صدرت من الجمعيه العموميه، الافراج ده بالاضافه بقى لاعتذار الرئيس، اقاله وزير الداخليه، الافراج عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا النشر، العمل على اصدار قوانين تجرم الاعتداء على النقابه او اقتحامها، اصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، يعني لو حد نشر موضوع قررت الدوله او قرر النائب العام بعدم نشره لا ما يتحاسبش من قبل، يعني ده قرار نقابة الصحفيين ما يتحسبش، مع ان المفروض جاي القرار من النائب العام بعدم النشر وحظر النشر. اجراءات تتضمن دعوة جميع الصحف المصرية والمواقع الالكترونية
لتثبيت لوجو لا لحظر النشر لا لتقييد الصحافة والطعن رسميا على هذا القرار. يعني لو صدر قرار من النائب العام بعدم النشر لا نطعن عليه من في المحكمة. دعوات القنوات الفضائية لدرء الهجوم الضاري الذي يشن ضد الصحفيين بتوجيهات أمنية، رفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين باعتباره ممثلا منتخبا للجمعية العمومية. عايزين نعرف ان يحيى القلاش نقيب الصحفيين عمل ايه من وقت توليه هذا المنصب؟ لم يفعل شيئا على الاطلاق. انتوا عارفين ان الصحفي اللي بيحمل كرنين نقابة، يعني اللي بيفضل 8 سنين شغال مثلا وبعدين ربنا بيكرمه بكرنين نقابة، ده كرنيه كبير قوي عندنا في مصر على فكرة، بيخش بأي مكان. الأول كان في حاجة كده يعني مبلغ رمزي بتطلع من نقابة الصحفيين 500 جنيه. المبلغ ده بقى 1400 جنيه. مين اللي بيدفع المبلغ ده؟ الفلوس دي بتتاخد من الدولة، يعني شايفين كمية الصحفيين اللي بتاخد هذا المرتب من غير أي حاجة، يعني أنتوا فاهمين المعاش اللي بيبقى كده موجود فري كده من غير أي حاجة 1400 جنيه. بالإضافة لشغله بقى، هو بيشتغل في موقع إلكتروني، في جريدة، في وسيلة إعلام، أيا كان، دي حاجة كده طالعة له هبة كده من الدولة من غير أي مجهود، طبعا حقه مفيش مشاكل. 1400 دي مين اللي بيدفعها؟ المواطن المصري للدولة في صورة ضرائب، وبتروح للصحفي هدية كده من الشعب المصري للصحفي. في حاجة بتعود من نقابة الصحفيين على المصريين ولا لا؟ حرية الرأي. تمام. طيب نكمل بقى بقيه الكلام. منع نشر اسم وزير الداخليه والاكتفاء بنشر صورته النيجاتيف فقط وصولا لمنع نشر كافه الاخبار. يعني جابوا لنا صوره كده مسوده لوزير الداخليه مجدي عبد الغفار وقالوا لك احنا هنطلع صورته بهذا المنظر بعد كده، صوره سوده بس ملامح يعني الخارجيه كده باينه، يعني نفهم ان ده وزير الداخليه. رفض تصريح الخارجية الأمريكية ورفض أي تدخل أجنبي رسمي في شأن الصحافة المصرية، رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية لمحاسبة المسؤولين عن حصار النقابة، تسويد الصفحات الأولى بالصحف في عدد الأحد المقبل إن شاء الله، يعني هيسودوا لنا أول صفحة من الجرائد الرسمية في مصر هتبقى سودة كده إن شاء الله كده. عقد مؤتمر بمقر النقابة الثلاث المقبل مع بحث إضراب عام لجميع الصحفيين، دعوة كبار الكتاب للكتابة عن جريمة اقتحام النقابة، خلوها جريمة، يعني انتوا فاهمين؟ لما يقولك اقتحام النقابة، وان خدوا اتنين مطلوبين للعدالة للتحقيق معاهم، لان هم مطلوبين ضبط واحضار من يوم 19 ابريل ومستخبين من وقتها داخل نقابة الصحفيين. على فكرة احنا مع حرية الصحافة جدا ويعني مع النقابة جدا، لكن مع بالإضافة لتنفيذ القانون. وكانت هناك أقاويل تقال أن نقابة الصحفيين أو النقيب بمعنى أصح كان هناك اتفاق على تسليم هؤلاء الأولاد لأن هم قاعدين جوه وعايشين جوه. كمان دعوة الصحفيين النواب لتقديم طلبات إحاطة واستجوابات حول الأزمة، استمرار الاعتصام حتى الثلاثة المقبل، تشكيل لجنة من مجلس النقابة لإدارة الأزمة. وطبعا ابتدت يعني بعض الصحف تنشر يعني السواد في الجرائد بتاعتها، يعني على سبيل المثال الصحفيين المصري اليوم، ويعني حاطين شارات سوداء، يعني حداد بقى شارات سوداء اللي هي بتبقى تتحط على المتوفيين. يعني طبعا هناك مطالبات من النواب السادة النواب المحترمين داخل مجلس الشعب بعدم يعني عبد الرحيم علي يطالب بعدم اقحام الرئاسه في ازمه نقابه الصحفيين. ليس لها علاقه ازمه نقابه الصحفيين او الرئاسه ما لهاش علاقه بنقابه الصحفيين. تنفيذ قانون من قبل وزاره الداخليه تجاه نقابه الصحفيين، قبضنا على الولدين، ما كانش ليها لازمه كل الضجه دي. بقول لكم في الوقت اللي كانت نقابه الصحفيين مشتعله الرئيس بيفتتح مليون ونص مشروع، يعني مليون ونص فدان في الفرافرة النهاردة الصبح. جهز لنا الفيديو يا مينا. طبعا يعني خالد علي انضم
نحس بقى اي مصيبه كده يروحوا داخلين فيها خالد علي حمدين صباحي، خالد داوود، يعني ناس كتير جدا. رجع نقيب الصحفيين يحيى القلاش قال ايه؟ النقابه لا تشترط اعتذار السيسي ولكنها تخاطبه بحل أزمة، مع انها كانت دي اول بند في الجمعيه العموميه قالته علشان خاطر القرارات اللي اصدرتها. اول بند اعتذار الرئيس السيسي كما فعل مع نقابه المحامين في ازمه المحامين. عبد الرحيم علي رئيس النواب طبعا كان ليه تصريح اخر ان انتهاك حريه الصحافه واقتحام المبنى، لكن ما حدش كان عارف ان الاقتحام المبنى للقبض على اولاد ينتمون لتنظيمات معينه، وكانوا واخدين النقابه ساتر وحمايه ليهم. طبعا هم الولدين عمرو بدر ومحمود السقا، حتى جون كيري بقى ليه تصريحات لهذا الامر ويقول لك انا قلقان من اقتحام نقابه الصحفيين. يا ريت كل واحد يخليه في حاله، حلوا مشاكلكم في بلادكم، كل واحد يخليه في حاله. مصر قادره على اجتياز اي محنه، وعندنا رئيس واعي. الفيديو بتاع الرئيس، فيديو الرئيس جون كيري: علينا التصدي لكل من يحاول إرهاب أو تخويف الصحفيين، لأن كشف الحقائق ليس عمل إجرامي بل هو وسام شرف وخدمة الشعب. أنا عايز أفهم إن ليه نقابة الصحفيين لم تنتفض لما حدث أو لحرق الشاب المصري اللي عايش في لندن. أكيد كلنا سمعنا عن الشاب المصري اللي عايش في لندن، حالتين ورا بعض عايز أقول لكم عليهم. شباب زي الورد، حالتين ورا بعض، واحد في امريكا اتقتل مصري، والتاني شاب مسيحي اتقتل في لندن. الشاب ده عايش اصلا في لندن، الشاب عايش في لندن، بابا بقى له 40 سنه وفاتح محل يعني بينفع في لندن، يعني عايش حياته في لندن وبيزور مصر، هو من بورسعيد بيزور مصر كل سنه، وابنه اسمه شريف ميخائيل، وابنه متخرج من هندسه الطيران. يعني بعد ما صرف فوجئنا بان الشاب تم حرقه داخل سيارته. لماذا لم تنتفض كما حدث مع ريجيني في ايطاليا ومصر اتقلبت وايطاليا ما سكتتش لما يعني اتحرق شريف ميخائيل؟ لم ينتفض احدا على الاطلاق، وما قلناش عايزين حقوق الشاب المصري اللي مات في لندن. طب عايزين التحريات، عايزين التحقيقات، ولا هو دم المصري ما بقاش فارق قوي؟ اهم حاجه ايه ده، انت ما تدخلش عليا نقابه الصحفيين علشان ده تعدي على حريتي. ما اتكلمناش ليه في موت شريف وغيره من المصريين اللي بيموتوا علشان خاطر عايشين بره مصر او بياكلوا عيش بره مصر؟ تمام. لا احنا عندنا يعني فيديو كمان لام الفتاه المختفيه في حلوان. البنت طبعا اتخطفت وهي نازله تشتري، لو نقدر نجهزه يمينا يبقى كويس جدا. البنت اتخطفت وهي نازله تشتري لبس العيد، وكان معاها مبلغ وقدره يعني حاجه يعني 700 800 جنيه مثلا كده لبس العيد، واتخطفت ولقيوها في اعياء شديد. دي بنت من بناتنا رجعت الحمد لله، بس يعني طبعا اكيد الحاله سيئه جدا. بنت تانيه من الاثنين اللي قلت لحضراتكم عليهم، انا بس هقول ان هي رجعت بس مش هحكي تفاصيل لان مش هينفع نحكي تفاصيل. من واحده من الاثنين اللي اتخطفوا في سوهاج ليلة العيد وواحدة يوم العيد، واحدة من البنتين اتخطفوا، ودور الأمن كان شديد جدا في سوهاج لأني كان في مشاكل كتيرة جدا في الموضوع، والبنت تقريبا كملت 18 سنة، وبناء على البنت يعني كان صعب رجوعها، لكن الأمن كان شاطر قوي ومشكره جدا على دوره العظيم، لأني اللي بيعمل حاجه في مش كل الامن سيء، مش كل الضباط وحشين، لا في ناس بتخدم بجد، في ناس مش عايزه فتنه طائفيه في البلاد، وبناء عليه في تهديدات كتيره على فكره لاهالي البنت والاقباط في هذه القريه. يعني هو الموضوع مش سهل ان هي ترجع وتروح الدير
مش هيعدي مرور الكرام، بس اهم حاجه عندنا البنت رجعت، وطالما الامن قدر ان هو يرجع البنت قادر ان هو يحمي كمان مسيحي ومسلمين القريه، لان الهم واحد فساندوا بعض. الفيديو جاهز؟ طيب شغلنا الفيديو بتاع الرئيس بقى وكلامه الرائع. ما بنقبلش تهديد من حد، والرئيس كان بيفتتح مشروع عظيم جدا كما افتتح العديد من المشروعات منذ تولي هذا المنصب. نشوف الكلمات السابقه اللي انا كنت بتكلم بيها وانا في اسكندريه من كام يوم كده. كنت ماشي على كورنيش بدون ترتيب خالص، فلقيت اتوبيس للنقل العام العادي خالص ده، فلقيت الناس اللي فيه وقفوا، بعدين ابتدوا يحيوني، وبعدين قالوا لي كلمه غريبه قوي. لقيت حد فيهم بيقول لي ما تخافش احنا معاك. ايه ده؟ قالوا لي ايه؟ قالوا لي ما تخافش احنا معاك. استنوا بس. طب استنوا بس. اسمعوا كلامي لو سمحتوا، اسمعوا كلامي بس من فضلكم. طب اسمعوا كلامي لو سمحتوا، اسمعوا. خليني اقول كلمتين لان انا عايز اقولهم لكل المصريين من خلالكم، فلو سمحتوا ما تقطعنيش. فانا توقفت كثيرا قوي، ليه هم قالوا لي كده؟ احنا معاك ما تخافش. فأنا ما عرفتش أرد عليهم ساعتها لأنه ما كانش في فرصة لده، لكن قلت أنا هرد عليهم هنا ليهم من هنا ولكل المصريين. شوفوا اللي يقف يوم 3/7 ما بيخافش خالص. انتوا مش واخدين بالكم، انتوا مش واخدين بالكم. مش المصريين اللي مش واخدين بالهم، لا، قوى الشر كلها اللي يقف في نوفمبر 2013 ويدعو لحوار مع النظام في الوقت ده ما بيخافش. اللي يقف في الكلية الحربية في يناير ويقول إن مصر تدخل في نفق مظلم نتيجة السياسات دي ما بيخافش. اللي يقف ويقول بدي مهلة 7 أيام لإنهاء الأزمة ما بيخافش. اللي بيدي 48 ساعة أخرى ما بيخافش. خلي بالكم، خلي بالكم، أنا بقول الكلام ده ليه؟ عشان أطمنهم هم الأول، أطمن كل مصري يمكن يكون من كتر زحمة الأحداث مش واخد يعني قلق، أو يتهيأ له إن أنا خدت 2000 قرار في السنتين ونص اللي فاتوا دول، واللي ياخد القرار ما يخافش، اللي ياخد القرار ما يخافش. أنا حبيت أطمنهم بس. أعتقد ده أبلغ رد يعني عن ما يحدث من مهاترات بيحاول يفتعلها البعض. يعني مش في حمل إحنا مشاكل على فكرة، مش في حمل مشاكل نقابة الصحفيين، مش في حمل يعني أي قلق بتمر بيه الدولة. أعتقد يعني بيكون في يعني تأثير على كل المصريين. يعني شفنا أمام نقابة الصحفيين
الفصيل المؤيد للرئيس عبد الفتاح السيسي والفصيل اللي بيؤيد لنقابه الصحفيين، ليه حاولنا يعني نقسم الشعب الى جانبين؟ هو ما فيش انقسام بالمعنى الكبير، لكن هناك انقسام، هناك في اعتداءات. الناس اللي بتأيد السيسي قاعدة قدام نقابة الصحفيين بتحاول تظهر مشاعرها وبتحاول تظهر حبها لرئيس عبد الفتاح السيسي، فما حدش يجي جنب الرئيس ولا هيقدم اعتذار ولا أي حاجة. واحنا يعني الرئيس ما غلطش، احنا بننفذ قانون يا جماعة، بننفذ قانون. فأبلغ رده السيد الرئيس اللي عمل كل ده مع جماعة الإخوان، وقرر 3 يونيو وقرر 48 ساعة بعد كده هيتم القبض على العناصر الإخوانية، أعتقد مش هيخاف ومستمر في مشروعات كتيرة بيعملها الرئيس عبد الفتاح السيسي. فياريت نساند، ما نشدش، لا نساند الرئيس في كل خطواته. أنا النهاردة بشكركم جدا على المتابعة، ودايما استنونا الجديد دايما على شاشة قناة الطريق، واستنونا في برنامج أم الدنيا. أم الدنيا اللي بتجمعنا، مصر اللي وجعها بيوجعنا، اللي نسمها يرد الروح، اتخنقت ما بقتش تسعنا. أم الناس اللي بتسرقها، ربت ناس كبرت تحرقها، صبرة وبتدور على طوق تربي من اللي مغرقها. أم الدنيا كانت هي ولازم ترجع زي زمان، واحنا وراها لحد ما ترجع زي ما كانت واحلى كمان. أم الدنيا كانت هي ولازم ترجع زي زمان، واحنا وراها لحد ما ترجع كانت واحلى كمان. في كتير طرق وسط الحياه